عملت حاجه جميله جدا، حته تمديد العقود من بدري. يعني انت النهارده اللاعب ممكن يبقى عنده لسه سنتين في عقده. كابتن امير توفيق شفنا خلال الفتره اللي فاتت محمد الشناوي، شفنا اليو ديانج، شفنا حمدي فتحي، شفنا علي معلول. لا لا لسه علي معلول. بس بص، حته تمديد العقود خلي بالك كان ليها جزئين برضو. يعني احنا مددنا لعلي لطفي ومحمد شريف وحمدي فتحي واليو ديانج واكرم توفيق، بس اكرم توفيق كان من الاول بس فعلناه قريب. تمام. اللعيبه دي كانوا ماليا مظلومين قوي. تمام. فاحنا النادي الاهلي احنا من نفسنا قلنا لهم احنا لا، احنا لازم نعوضكم ماليا عشان يعني العقود بتاعت اللعيبه دي كانت قليله مش مطابقه، زي ما قلت لك مش مطابقه للكراتيريا اللي عملناها. فلازم احنا نعوضهم ماليا، نخلي الشكل مظبوط. يبقى اللعيب واحد زي حمدي فتحي لازم يكون في وضعه المناسب للفرقه دلوقتي. كويس قوي. يعني انت النهارده اللعيب ما طلبش النهارده كان انت اللي قلت له، انت اللي بتعدل عقود اللعيب. انا هعدل لك عشان تبقى مناسبه لوضعك في الفرقه دلوقتي، وهنمد كمان سنتين في عقدك عشان يبقى 5 سنين. فاللعيب بالنسبه له هو دي حاجه، اللعيب بيحس بالامان برده. كويس. النادي نفسه من بيعدل ارقام اللعيبه من غير ما هم يطلبوا. عندك مين الفتره الجايه اللي محتاج يجدد عقوده، او مين اللي يعني اللي عقده ممكن ينتهي قريب؟ انا بقول لك كل حاجه بقالي شويه اهو. خلاص لسه مش شايف ارد على دي. طيب ماشي.